بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا هطرح سؤال أولا للكل دلوقتي. سؤال: هل تؤثر لياقة العقل على لياقة الجسم؟ ولو عكسنا السؤال: هل تؤثر لياقة الجسم على لياقة العقل؟ نعم تؤثر. يا ريت اللي يشارك معانا. طبعا بتأثر، أكيد بتأثر. أنا سوف أثبت لكم كيف إن الضغوط ونمط النوم ونمط التغذية بتأثر على الجسم والعقل، وهنتكلم عن بعض تقنيات الاسترخاء المضمونة اللي بتساعد على التهدئة والتحكم في الانفعالات، لأن زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت إن الطريقة اللي بنفكر بيها وبنشعر بيها تؤكد على ان المستوى تؤثر على المستوى البدني. الطريقه اللي بنفكر بيها وبنشعر بيها انفعالاتنا بتاثر على الجسم، وايضا بتاثر على اللياقه الذهنيه. يعني على سبيل المثال، اذا كان كل اللي بيستحوذ على عقلك هو الخوف والتردد والتجاهل والجمود والسلبيه، هيؤدي ذلك لشعورك بالضغوط والمرض والتجاهل العام للمهارات. أوضحت دراسة أجريتها الجمعية الطبية الأمريكية إن 80% من الأمراض سببها التفكير السلبي. الأخطر من كده إنهم وجدوا إن بعض الأعمال الحيوية أو بعض الوظائف الحيوية في الولايات المتحدة، إن موظف من 4 موظفين بيعاني من ضغوط هائلة، زي على سبيل المثال العمل في الشرطة والعمل الاجتماعي والتدريس. طيب، في سؤال: هو التأثر بالضغوط بيختلف من شخص لآخر؟ أو بمعنى أصح، لو طرحنا سؤال: إيه سر إن هناك بعض البشر بيعاني من الضغوط والبعض الآخر لا يعاني؟ يعني بعضنا بيعاني من ضغوط وبعض الناس لا يعاني بالضغوط، أو بمعنى أصح بيحسن استغلال طاقاته وبيحسن التحكم في انفعالاته والضغوط اللي حواليه. الشعور بالضغوط لفترة قصيرة ده أمر عادي كلنا معرضين ليه. يعني على سبيل المثال، في الغزالة أثناء مطاردة كائن مفترس ليها بتقوم أجهزتها بإفراز الإدريالين اللي بيحفز كل جسمها وبيمدها بالطاقة. وبرضه الإنسان لما يحس بالخطر بيفرز جسمه الإدريالين فبيزيد النشاط، وده بيساعده على الهروب من الخطر المحدق ليه. طيب، وبعد كده بعد ما تنتهي المطاردة أو بعد ما يشعر الإنسان بالأمان، بيبتدي النشاط الهرموني يوصل لمستوى الطبيعي، وده شيء طبيعي. لكن اللي بيحصل مع بعض البشر إن بعض الناس لما تمر بمشكلة في حياتها بيسبب لها قلق دائم، يعني قلق دائم مستمر معاه لفترة طويلة. يعني ده بعكس بعض البشر. مشكلة الإنسان المعاصر إنه بيميل للقلق الدائم بسبب أو بدون سبب، بسبب العلاقات الاجتماعية أو الاختبارات أو الامتحانات أو الأمور المادية أو المكانة الاجتماعية أو التقدم الوظيفي، التلوث، الجريمة، الحالة العامة للعالم حوله. كل اللي حوالينا بيخلينا نعيش في حالة من القلق الدائم. نكمل مع بعض. في بعض النصائح اللي بتساعدنا على الخروج من حالة القلق الدائم ومن حالة شرود الذهن اللي بتحيط بينا. من أول النصائح ده هي إنك أنت ما تشاهدش نشرة الأخبار أكتر من 10 دقايق. طبعا إنك تشاهد نشرة الأخبار 10 دقايق فترة كافية عشان تعرف كل شيء بيحصل حواليك. لكن وبرضه ما تفكرش كتير في المشكلات العامة اللي أنت لا تملك ولا يملك أحد حلا لها. يعني بعض الناس بتعيش مشاكل الدول اللي حواليها أو بتعيش مشاكل بلدها أكتر من اللازم، فده بيدخلها في حالة من الضيق وحالة من القلق الدائم بيأثر عليها على المستوى الشخصي. لا، ده مش مطلوب منك. المطلوب منك إنك تعرف الأخبار المحيطة بيك، تبقى على علم
بكل تطورات العالم حولك، لكن بما لا يؤثر على حياتك الشخصية وإنجازاتك. إنك لو ركزت في الأخبار حولك ده يصيبك بحالة من القلق والحزن. طبعا دي مش هتنتهي بانتهاء استماعك لنشرة الأخبار، لا بتبقى مستمرة معاك، بمعنى صح مودك بيبقى وحش طول اليوم لما تسمع خبر وحش في نشرة من نشرات الأخبار، أو تشوف صورة يعني صادمة ليك. فلذلك حاول على قدر الإمكان إنك تقلل من فترة استماعك للأخبار. طبعا حاول إنك تفصل نفسك عن البيئة المحيطة. فعلى سبيل المثال ما تفكرش في أعباء العمل بعد انتهائك منه، يعني أنت خلصت الشغل خلاص، وقت الشغل للشغل، ما تحاولش تفكر في أي حاجة بخصوص الشغل بعد انتهاء أوقات الشغل بتاعتك. وطبعا إنك أنت لازم تخصص أوقات للراحة والاسترخاء، وإنك تمارس هواياتك المفضلة ورياضتك المفضلة. المشكلة اللي بيقع فيها أكثرنا إن هو ما لا هو شيء بيبقى بالتدريج، مش ما هوش صعب يا أستاذ، هو شيء بيجي بالتدريج، إنك تفصل نفسك عن المشكلات اللي حواليك، سواء مشكلات الشغل أو المشكلات الشخصية أو المشكلات العامة اللي بتحصل في البلد أو في بعض البلدان اللي حواليك. ده بيجي بالتدريج يعني. يعني كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس هما، ومع ذلك لم يرى إلا متبسما، يعني كان بشره في وجهه وهمه في قلبه. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اتكلمنا عن الهوايات، إن بعضنا للأسف الشديد مع الضغوط ومع الحياة الصعبة اللي بعضنا بيعيشها، إن أغلب اليوم بيبقى شغل، فبيهمل هواياته وبيهمل أوقات الراحة ليه، لكن ده بيبقى سبب شديد، سبب إن هو يصاب بحالة من الرتابة والقلق بتستمر معاه ومش هيعرف ينفذ. يعني هو لازم يعني هدي مثال على سبيل المثال، كان صديق في اليابان، فكان بيشتغل في مصنع، فبعد انتهاء أوقات العمل الرسمية واخد معاه شنطة الشغل وطالع بره المصنع عشان يكمل شغله في البيت. فالأمن بتاع المصنع قال له ممنوع إنك أنت تاخد أي ورق أو أي حاجة خاصة بالشغل، أو إنك أنت مش على سبيل التخمين، لا على سبيل إن إحنا عايزينك مركز الصبح، وعايزينك عايزين وقت الشغل للشغل، وعايزينك أنت بعد ما تطلع من الشغل ده وقت لك أنت، وقت راحتك، وقت الأسرة. للأسف الشديد محدش بيحاول يراعي العملية دي، فكله بيخلط، لا أنا لو ما خلصتش الشغل معايا وقت الشغل باخد معايا الشغل في البيت، باجي على نفسي، باجي على راحتي، ممكن اجي على اسرتي. ده في حد ذاته بيعيشني حاله من القلق المستمر وحاله من الرتابه هدفع ثمنها تماما. انا احاول على قدر الامكان ان انا ادي كل ذي حق حقه، يعني الشغل وقت الشغل الشغل، وقت الاسره الاسره، وقت الراحه الاسترخاء الراحه الاسترخاء. طيب في سؤال، انا عندي ضغوط حواليا بسبب مشكلات شخصيه او مشكلات عائليه، هل يمكنني السيطرة على الضغوط؟ لو سألت السؤال ده، هل يمكنني السيطرة على الضغوط المحيطة بي؟ نعم. الخبر الثاني إنه يمكنني السيطرة على الضغوط دي ببعض التقنيات أو بعض الحاجات. إزاي؟ في يعني أكتر من 3 حاجات ممكن تساعدني إن أنا أتحكم في الضغوط. أول شيء التخيل، تاني شيء الرياضة، الراحة والنوم. نبتدي بالتخيل على سبيل المثال. لا ممكن أسيطر على الضغوط، ما التحكم في الانفعال هو السيطرة على الضغوط، ما هي الضغوط هي اللي بتولد الانفعال. عايزين نتكلم على تقنيات التحكم أو تقنيات التحكم في الضغوط. أول تقنية التخيل. التخيل ده ممكن يعني نفصله أو نبسطه ب3 مراحل صغيرة. إنه ممكن في أي وقت إن أنا أحاول إن أنا أخرج بره مود الشغل ومود البيت، إن أنا أغمض عينيا وأكون في استرخاء كامل، أتخيل لوني المفضل أو أتخيل مكان مفضل أنا بحبه، بتخيل بكرر بعض التأكيدات الإيجابية اللي إحنا اتعلمناها المرة اللي فاتت، بحاول إن أنا أستخدم التنفس، تمارين التنفس زي ما اتكلمنا، تمارين التنفس دي بتكون إن أنا باخد نفس عميق
على سبيل المثال 4 عدات أو 5 عدات، أكتم النفس عدتين أو 3، أخرج النفس على 4 عدات أو 5 عدات. لو كررت العملية دي مرة واثنين وثلاثة مع التخيل مع الاسترخاء، ده بيعيشني في حالة من الاسترخاء، وطبعا ما فكرش في أي ضغوط، ما فكرش في أي مشكلة حواليا. أحاول إن أنا على قدر الإمكان إن أنا أخلي 10 دقايق استرخاء على الأقل يوميا علشان أحافظ على هدوء، على الأقل 10 دقايق يوميا استرخاء. تاني حاجة الراحة، لازم أخصص أوقات للراحة زي النوم، بحيث يكون النوم بتاعي منتظم. أثبت ساعات معينة للنوم والاستيقاظ، أثبت ميعاد للنوم والاستيقاظ كل يوم الصبح، وأمشي 10 دقايق كل يوم. قبل ما أنام أشرب كوباية لبن، لأن أنا بستمتع بنوم هادئ، ده هيعود عليا تاني يوم بأن أنا هكون نشيط، هكون قادر على تحمل الأعباء والضغوط اللي هتكون عليا أو هتكون عندي تاني يوم. إيه أهمية النوم؟ أهمية النوم قلنا كل شيء جوه بالتدريج. النوم هو المرحلة اللي بتبني فيها خلايا الجسم، بتبني فيها خلايا الجسم بمعنى أصح، هو بتتجدد، وبيصل الجسم لمرحلة اسمها مرحلة دلتا، دي مرحلة الاسترخاء لمرحلة النوم العميق اللي هي بيرتاح فيها الأجهزة الحركية وبيتجدد النشاط وبرضه شحن الطاقة، لأن أنا لو ما أخدتش كفاية من الراحة والنوم تاني يوم مش هقدر إني إني أكون إني أكون قادر على العطاء تاني يوم. تاني حاجة الرياضة، اتكلمنا قبل كده إن أفضل الطرق للتخلص من الضغوط ممارسة الرياضة على الأقل 2 مرات أسبوعيا، طبعا مع تثبيت المشي 10 دقايق يوميا. أي نوع من أنواع الرياضة، الرياضة دي أكتر أثبتت الدراسات إن هي أكتر شيء بيوصل الإنسان لتفريغ الانفعالات. في سؤال بيقول كيف أتحكم في كثرة التفكير والخوف؟ أتحكم فيها بحاجة بسيطة جدا. أولا بتوكل على الله عز وجل، وإن طبعا يبقى أنا أبقى على يقين إن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أخذ بأسبابي، أشتغل، يبقى ليها هواية، يبقى ليها عمل، لأن دايما كثرة التفكير والخوف بتبقى مرتبطة بكثرة أوقات الفراغ. لكن لو أنا عندي عمل بشتغل عليه، وعندي هدف عايز أوصله، وعندي هواية بفرغ فيها انفعالاتي، ده عمري ساعتها ما هوصل لحالة الخوف أو القلق الدائم. لكن الخوف والقلق والتفكير الكتير ده بيجي من إيه؟ من كثرة أوقات الفراغ، إن لم تشغل نفسك بالحق شغلك بالباطل. وطبعا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت بالإيحاءات الإيجابية زي ما قال الأستاذ سمير، والتأكيدات إن أنا أحاول على قدر الإمكان إن أنا أفكر في حاجات مفيدة، في حاجات إيجابية. تمام، ده بيخليني أكتر قدرة على التحكم في تفكيري، وإن أنا أحاول أحيط نفسي بأشخاص إيجابيين مش سلبيين. وبرضه من الحاجات اللي بتساعدني على التحكم في الانفعالات الصلاة. يعني الصلاة ده هي من الصلاة دي من أفضل الوسائل الروحية اللي بيوصل بيها الإنسان لمرحلة التأمل والخروج من الضغوط. يعني ما ننساش يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أهمه أمر صلى ركعتين. وطبعا انا ما اقصدش الصلاه اللي احنا بنصليها اللي بيصليها اغلبنا اللي هي عباره عن حركات نقر، لا، الصلاه اللي هي لازم تكون صلاه خاشعه تسكن فيها كل الجوارح، تستسلم لله عز وجل، تطلب كل مطالبك، تتوكل على الله عز وجل. ده في حد ذاته بيخرجك من حاله العصبيه وكثرة التفكير والقلق على أمور كلها، ممكن تكون أمور مادية، أمور بسيطة، ممكن إن هي مسألة وقت الأمور دي تتحقق. وطبعا شعورك ده يعني لما بيكون عندك توكل على الله عز وجل، لما يكون عندك استسلام لمقدور الله لك عز وجل، ده بيشعرك إن هناك من يهتم بأمرك، بيحبك، يسمع صوتك للدعاء، يخرجك من كل ضغط.
طيب، في دراسة على تأثير الخشوع في الصلاة على النشاط المخ، يعني اكتشف العلماء تأثير عجيب للخشوع في الصلاة، بتتم تهدئة خلايا المخ النشطة نشاط غير عادي، علشان تكون أشكال منتظمة لا يعلمها إلا الله، وده اللي بيفسر طمأنينة الخاشعين وانشراح صدورهم، يعني ده طبعا مصداقا لقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني لما أحس إن أنا قلقان، لما أحس إن أنا عصبي، لما أحس إن أنا خايف من شيء معين، أتوضأ. أبسط شيء أتوضأ وأصلي ركعتين. طب إيه هي عواقب الانفعال؟ إيه أسوأ شيء ممكن يحصل لي لو أنا معرفتش أسيطر على الانفعالات بتاعتي؟ أولا، الغضب والانفعال العاطفي بيدوا نتائج عكسية، فلازم تكون هادي وموضوعي على الدوام، يعني مهما تم استنزاف مشاعرك ومهما تم استفزازك، دايما بيظهر الإنسان الغاضب والمنفعل يعني وسط اللي حواليه كسخيف، لأن ردود أفعاله لا تتناسب مع الموقف اللي سببها. طب إحنا نعمل إيه ساعتها؟ هل نخسر؟ هل نكبت الانفعالات بتاعتنا؟ طب دلوقتي أنا دلوقتي ما أعرفش أسيطر على انفعالاتي، هل أكبت انفعالاتي؟ طيب، كل انفعال قد لا يكون وليد اللحظة، دايما كل الانفعال بتسبقه مجموعة أحداث بزمن طويل، يعني دايما مثلا لو حصل موقف معايا في الشغل انفعلت فيه، ما بيكونش الموقف ده هو سبب الانفعال، لا ده بيكون في مواقف سابقة تمام تراكمت وجاه الموقف الأخير ده زي القش الذي قصر ظهر البعير، فأنا بوصل لدرجة من درجات الانفجار مثلا، ممكن أزعق أو أنفعل أي انفعال أندم عليه فيما بعد. ده ممكن يكون الانفعال أبعد من كده، ممكن تكون الانفعالات ليها جذور في الطفولة، يعني فكثير يعني غالبا ما بيظهر شخص بالنسبة لنا كأنه يريد تحريك غضبنا، يعني شخص أنا بشوف شخص كده كأنه مستفز، لكن الأمر بيبقى أعقد من ذلك بكتير. مثال، الصياد لما بيحب يصيد السمك في البركة بيعمل إيه؟ بيحاول تحريك المياه وبيعكرها، فتبرز الأسماك وتنشط الأسماك وبيزيد نشاطها، ولما بيزيد في تعكير البركة تفضل الأسماك صاعدة للسطح عايزة بتأكل أي شيء أو بتعض أي شيء يقابلها، مما في ذلك الصنارة اللي هو بيرميها أو اللي هو حاطط فيها الطعم، فبتقع الأسماك فريسة لمين؟ للصياد. هنروح لمرحلة تانية هي اللياقة البدنية العامة. إزاي أبني اللياقة البدنية العامة عندي؟ في 3 حاجات هتخليني أبني لياقتي البدنية. أول حاجة الاتزان، تاني حاجة المرونة، تالت حاجة القوة. أول حاجة الاتزان، يعرف الاتزان بأنه اتزان المشية الوقورة الأنيقة التي تعكس اتزان الشخص، أي توازنه والجلوس بطريقة متزنة. يقول فرانك جيتلين: أجسامنا هي سيارتنا الذاتية. طب إيه هي أفضل صورة من صور الاتزان الصحيح في الجلوس وأنا قاعد؟ طبعا إن أنا أكون قاعد منتصب القامة، تمام، تنفسي بيكون متوسط السرعة، ما هوش تنفس سريع، كل طبعا انا ايه اللي هيحصل لو قعدت مثلا او جلست 6 ساعات؟ طبعا اغلب الناس بيشتغل شغل مكتبي فبيجلس لفترات طويله. طب ايه اللي ممكن يحصل لي لو قعدت 6 ساعات في جلسه غير صحيه؟ ايه اللي ممكن يحصل على اسوء الظروف؟ انا قاعد 6 ساعات في جلسه غير صحيه في وضع متدلي قليل الاستقامه. اولا، كل اعضائك الداخليه بتتعرض للشد بسبب المساحه المحدوده اللي انت حبستها بداخلك، وبيؤثر ده على الوظائف الحيوية في كل عضو من أعضاء الجسم. بتقل قدرة الرئتين
من يجبرك على التقاط انفاس، انك تاخد نفسك بسرعه، وده بيقلل نسبه الاكسجين الواصله الى الجسم. سرعه النبض بتزيد، لان طبعا القلب في هذه الحاله بيبذل جهد مضاعف في ضخ الدم. وضيف لده الارهاق العضلي. في عداء اسمه باول كولينز، ده احد العدائين الاولمبيين، وده في احد سباقاته عند وصول السباق للمراحل الاخيره اصيب باصابات بالغه، وقدمه ابتدت تنزف، لكنه اصر على ان هو يكمل السباق وحقق مركز ال19. لكن ترتب على ان هو كمل السباق وهو مصاب ان هو اصيب في ساقه والاوتار، اصابات بالغه في الساق والاوتار والمفاصل، واصابات كانت هتبقى سبب ان هو ما يقدرش يمارس رياضه الجري بعد كده. بعد كده بص كولينز يختبر الطريقه اللي كان بيجري بيها واللي كان بيستخدم بيها جسمه في السباق، اكتشف ان سبب اصاباته مش السباق او مش الجري او مش الرياضه، لان باقي العدائين وصلوا للنهايه بدون اي اصابه، لكن السبب هو الطريقه اللي كان بيستخدم بيها جسمه، وكان السبب برضه اتزانه السيء. فابتدى يدرب نفسه على ان هو يمشي بطريقه صحيحه، وان يكون جسمه كامل الاستقامه، ما يبقاش مايل او متدلي. وابتدى تدريجيا ان هو يرجع للاولمبياد، لان هو عارف ازاي يستخدم جسمه طبعا. وطبعا ممكن نوظف التاكيدات الايجابيه في المجال ده، ان انا ممكن اقول لنفسي تاكيد اوضاع جسمي وتحركاتي تزداد استقامة وشموخا ويسرا وسهولة، ده ممكن تأكيد إيجابي أقوله في فترات الاسترخاء. ممكن أقول تأكيد تاني برضو، أنا دائما في حالة من الإدراك والتركيز المستمر. طيب في تدريبات بتساعد على الوصول للياقة، زي إيه؟ زي السباحة. طبعا السباحة هي أفضل تدريب شامل للجسم وبتنمي المرونة. وحاجة تانية الجري، الجري ده بيخلينا أكثر نحافة ورشاقة. وفي النهاية، في نهاية موضوع الرياضة ده، لازم أعرف علشان أكون لائق لازم إن أنا أكون مستمر، وإن يبقى لي رياضة محددة كل يوم، وإن الرياضة دي هيبقى ليها انعكاس على انفعالاتي. هنروح لجزئية تانية، هي جزئية الغذاء. اتكلمنا عن الرياضة، هنتكلم عن الغذاء. قبل ما نتكلم عن التغذية الصحيحة، في بعض المعلومات الخاطئة اللي لازم نصححها. أول حاجة أنا هسأل سؤال، هل الجسم يحتاج إلى الملح أو يحتاج إلى كمية كبيرة من الملح؟ طب إيه احتياجات الجسم؟ إحنا عارفين إن إحنا في حاجة فقط لتناول نصف معلقة صغيرة من الملح يوميا، نصف معلقة ملح يوميا، أي زيادة عن نصف معلقة ملح ده في خلال أكلنا وشربنا طول اليوم، اي زياده عن نصف معلقه ملح طول اليوم هتؤدي لاصابتنا بكثير من الامراض. ده بالنسبه للملح. طيب نروح، لا احنا بنحتاج، لكن بنحتاج مقدار معين، هو مثلا نصف معلقه صغيره. طب هسأل سؤال تاني، هل السكر بيرفع مستويات الطاقه؟ هل السكر بيرفع مستويات الطاقه؟ نعم. الحقيقه ان فعلا احنا في حاجه للسكر الطبيعي الموجود في الفاكهه، أما السكر المعالج بيمنحنا دفعة من الطاقة مدفوعة بفاقد من الطاقة فيما بعد. يعني هو بيديك الدفعة للطاقة، بيديك طاقة، بس بيديك طاقة في خلال فترات قصيرة، يعني طاقة مش مستمرة معايا طول اليوم أو لفترة طويلة. لكن السكر الطبيعي اللي في الفاكهة ده بيديني طاقة مستمرة معايا طول اليوم. ولازم اعرف ان الغذاء الجيد مش لازم ان انا اكل 3 وجبات بس في اليوم، ممكن ان انا اتناول 4 إلى 5 وجبات صغيره خلال اليوم، بدل من ان انا اكل 3 وجبات دسمه، وده بيكون صحي افضل يعني. طب ايه اهميه التغذيه الصحيه؟ اتفق الخبراء في الراي بان التغذيه الصحيه الجيده مهمه للصحه، ويدونا بعض النصائح. أولاً إن أنا أتناول أنواع مختلفة من الأطعمة، أتناول كمية مناسبة علشان أوصل لوزن صحي،
أتناول أطعمة غنية بالنشويات والألياف، أتناول خضار وفاكهة كتير، أبعد عن الأكل اللي فيه دهون أو المشروبات أو الأكل اللي فيه سكريات. لازم الأكل يكون متوازن خلال اليوم. في نوعيات من الأكل طبعا، الخضار والفاكهة، أحاول على قدر الإمكان إن أنا أكثر من الخضار والفاكهة، لأن دي مصدر جيد للألياف والفيتامينات والمعادن. الحليب ومشتقاته، طبعا الحليب ومشتقاته زي اللبن والزبادي، ده برضه بيؤدي بيحاول بيمد الجسم ببعض العناصر الغذائية الهامة ليه. وطبعا اللحوم والأسماك والبدائل بتاعتها، وغيره وغيره من الأطعمة. طبعا أحاول زي ما قلنا إن أنا أبعد عن الدهون بأكبر قدر ممكن، لأن الدهون للأسف الشديد بتؤدي لمشاكل كبيرة فيما بعد. بالنسبة للسكر، بيحتوي السكر على الوحدات الحرارية فقط بدون أي مواد غذائية، بعكس الفاكهة اللي هي بتكون محتوية على نسبة من السكر الطبيعي بالإضافة لبعض العناصر والفيتامينات. وتناول الأطعمة السكرية بكثرة هو السبب الرئيسي لتلف الأسنان وزيادة الوزن. طيب إزاي إن أنا أحاول إن أنا أخفض نسبة تناول السكر؟ إحنا قلنا إن السكر عبارة عن وحدات حرارية فقط، يعني عبارة عن مادة السكر فقط، لكن بدون أي إيه سكر اللي هو اللي إحنا بنضيفه على المشروبات، مفهوش أي مواد غذائية تانية. لكن السكر الطبيعي اللي هو مع الفاكهة دايما بيحتوي على عناصر وأملاح معدنية وفيتامينات بالإضافة للسكر، فده بيساعد الجسم على الاستفادة القصوى من السكر، زائد إن هو بيقلل من تأثير السكر السيء على الجسم. طيب إزاي أقلل من تناول أو إزاي أخفض من تناول السكر؟ أحاول إن أنا أشرب الشاي والسكر، الشاي والقهوة بدون سكر. أختار العصائر اللي هي تحتوي على وحدات حرارية أو مش محلاة. طبعا أحاول إن أقلل من تناول البسكوت والحلويات والشوكولاتة، وأقلل من العصائر والمربات والعسل. أحاول على قدر الإمكان إن أنا أقلل من استخدام السكر في الطعام. وفي طبعا أصناف أو السكر بيقول عليه سكر دايت، ده برضه بيبقى سكر منخفض الوحدات الحرارية، ممكن استخدمه لكن استخدمه بطريقة إيه؟ بطريقة مش كتيرة، لأن برضه السكر الدايت ده للأسف الشديد مع الاستخدام الكتير بيؤدي إلى أنواع من السرطانات. نرجع بعد كده، طب الملح، الملح إيه هي أضرار تناول الملح؟ أو أضرار تناول أضرار زيادة تناول كمية أكبر من الملح. بيؤدي تناول الملح بكثرة في الأطعمة لارتفاع ضغط الدم، اللي ممكن يسبب مرض شريان القلب التاجي وأمراض الكلى وسكتات الدماغ. طبعا معظمنا بيقوم بتناول كميات كبيرة أعلى من الاحتياجات الفعلية، ولذلك إن أنا أحاول على قدر الإمكان إن أنا أخفض كمية الملح اللي أنا باكله للكل. إزاي إن أنا أخفض كمية الملح اللي في الطعام للكل؟ أولا بستخدم كمية أقل من الملح في الطهي، وبعد كده أحاول إن أنا أشتري المعلبات اللي فيها كمية ملح قليلة أو بدون إضافة ملح. وابعد عن اللحوم المملحه، وابعد عن طبعا الايه النوع اللي انا باكلها طبعا في شمال البسيم. طبعا كل ده بيساعد التغذيه زائد الرياضه زائد التفكير الايجابي، بيساعد بشكل متكامل مع بعضه، بيساعد ان انا احاول ان انا اوصل للرياضه في شغل، لان انا لو عندي جسم عديد عمره ما هيساعدني ان انا اوصل لاهدافي. لازم يعني ان انا على قدر الامكان ان انا اكون قوي، وعلشان اكون قوي لازم اكون رياضي، اتغذى كويس، احافظ على اوقات الراحه كويس. كل ده بيساعدني. اي اختلال في الثلاث مربعات الجسم او التغذيه او الرياضه او التفكير، الثلاث عناصر دول، اي خلل في عنصر من العناصر دي بيسبب خلل في التفكير، وبيسبب
بعض المشكلات اللي انا ممكن لا اتداركها فيما بعد، فده في ايدي دلوقتي. طبعا ايه بعضكم بيسال ايه علاقه التغذيه بالرياده؟ طبعا الرياده ازاي اكون انسان قائد، وازاي هكون انسان مفكر، وازاي هكون انسان منتج وانا مهمل في حق نفسي، مهمل في حق جسمي. لا، علشان في مثل بيقول العقل السليم في الجسم السليم. فانا قدر الامكان ان انا احاول ان انا اختار نوعيه اكل كويسه، العب رياضه بشكل مستمر، اخد احسن اكل، احسن اكل، احسن اكل اللي هو الاكل اللي هو ما يضرنيش. يعني في اكل للاسف الشديد يعني بيضرني فيما بعد، لا، احاول على قدر الامكان ان انا اختار نوعيه الاكل اللي انا باكلها، العب رياضه، احاول ان انا استمر على الرياضه حتى لو ربع ساعه او تلت ساعه يوميا، بس ان انا اكون مستمر. كل ده بيساعدني ان انا على قدر الامكان ان انا اكون مسيطر على حياتي. ثانيا، التفكير السلبي، ان انا على قدر الامكان ان انا التفكير يكون ايجابي. لان في حاجه اسمها قانون الجذب، في حاجه في الكيمياء مش اسمها قانون الجذب، اي شيء بتفكر فيه بكثره ممكن يحصل له. لو الانسان بيفكر في المرض بكثره بيصاب بالمرض، لو الإنسان بيفكر مثلا في مشاكل عائلية هيلاقي مشاكل عائلية، لأن كده هو بيركز على شيء معين، الشيء المعين ده بيقترب منه. فلذلك على قدر الإمكان أنا أحاول أركز على أشياء إيجابية مش أشياء سلبية. ده في حد ذاته بيديني دفعة إن أنا مسيطر على حياتي، إن أنا أكون سعيد. يعني عمري ما هكون سعيد وانا مش مسيطر على حياتي، مش مسيطر على الانفعالات اللي حواليا، بس انا هكتفي بهذا القدر. ودلوقتي لو في اي اسئله اتفضلوا اسالوها، لو في اي اسئله معاكم اتفضلوا اسالوها. كيف في سؤال، كيف تتخلص من سلبيتك؟ هي السلبيه دي عاده من ضمن العادات، وعلشان اتخلص من عاده من ضمن العادات زي ما قلنا لازم ابني عاده قصادها الناحية التانية وأقويها، بحيث أقدر إن أنا أتخلص من السلبية. إزاي؟ الإنسان السلبي تفكيره سلبي، تفكيره سلبي، لو بيفكر في أشياء سلبية. إزاي؟ لو حاول على قدر الإمكان إن هو يفكر في أشياء إيجابية بتساعده على إن هو يكون إيجابي. مش شرط المحيط اللي حواليك، يعني مش شرط. أنا شايف إن الإنسان زي ما حد كان بيقول دلوقتي، هو سيد عقله، هو المسيطر على انفعالاته، وهو المسيطر على تفكيره. فإن يكون إيجابي، الإنسان الإيجابي ليه صفات معينة أحاول أتصف بيها. ممكن في حاجة اسمها بناء النموذج الجديد. النموذج الجديد إن أنا بحاول على قدر الإمكان إن أنا أبص لشخص، أنا في يعني قدوة حواليا، أشوف قدوة حواليا، قدوة إيجابية. وان انا اشوف الشخص ده، اشوف تحركاته ازاي، اشوف تفكيره ازاي، واحاول ان انا اعمل imitation او ايه، او تقليد. اقول لو لما بحاول اتصرف او باخد السلوكيات بتاعت الشخص الايجابي، بشوف بيفكر ازاي، ده بيخليني مع الوقت ان انا تفكيري بيبقى ايجابي. السلبيه دايما التفكير السلبي بيبقى قريب من الشخص اللي هو ملوش هدف، غالبا اللي ملوش هدف في الحياة، اللي ملوش أمل. لأن زي ما قلنا في حاجتين أساسيين، عمل بتعمله، هدف بتطمح إليه، تمام، تبقى حياتك بين الاتنين دول، عمل بتعمله، هدف بتطمح إليه. طب لو واحد اللي عنده هدف، اللي عنده عمل يعمله ولا هدف يطمح إليه؟ لا، لازم يكون تفكيره سليم. الأستاذة منى بتقول إيه؟ أنا أغلب ضغوطي إني بتعامل مع ناس سلبية ولازم أتعامل معاهم، مش هقدر أتجنبهم، إزاي ممكن إيه؟ الطاقة السلبية اللي بتأثر بيها منك، يعني هي إزاي تقدر تمنع الطاقة السلبية اللي بتاخدها منك؟ في حاجة اسمها البرمجة. البرمجة إن أنا لما أحاول اللي حواليك بيحاولوا يبرمجوك، بيبقى إنسان سلبي جنبك بيحاول، او انسان متشائم بيحاول ان هو ينقلك من تشاؤمه او بينقلك من سلبيته. فانت ازاي لازم تبني لنفسك حاجه اسمها حصن، ازاي تبني لنفسك حصن
يحس ان هي مجموعه من القناعات ومجموعه من التاكيدات السلبيه ومجموعه من، يعني لازم انها تكون محيطه بيا طول الوقت، ان انا لازم افصل، مش اي كلمه اسمعها احط معاها شعوري واحاسيسي، لا احاول افصل. يعني انا بسمع اللي حواليا، لو في حاجه شايفها هتحطها هتكون سلبيه معايا، اقول افصل او الغي اي حاجه، بحيث ان عقلي ما يحطش شعوره واحاسيسه مع الفكره السلبيه اللي حواليا بيحاولوا ان هم يعيشوا فيها. لا احاول على قدر الامكان ان افصل بيني وبين مشاعر واحاسيس اللي حواليا. اسمع، ايوه انا اسمع اللي حواليا تمام، لكن ما اخليش الكلام ياثر عليا. افصل اول ما الاقي اي فكره سلبيه، الغي، اقول لنفسي الغي. مع التنفس التدريجي اللي احنا اتعلمناه قبل كده، ده بيخليني على قدر الامكان ان انا اتغلب على الكلام ده. وطبعا ان انا ابني الطاقه الايجابيه عندي، زي ان انا اسمع الفيديو، اسمع كلام ناس تحفيزيين، احاول ان اشوف فيديوهات تحفيزيه. لو بصينا على اليوتيوب في حاجات تحفيزيه او فيديوهات تحفيزيه، لو سمعناها او فيديوهات لابطال لرياضات معينه، دي بتساعدني، بتديني شحنه ايجابيه، بتساعدني ان انا ايه، ان انا اخرج من الضغوط وان انا اكون على قدر الامكان ايجابي. في اي اسئله تانيه؟ وجزاكم جميعا خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.